لكن يبقى هناك كلام كثير في الغربال ومتى تفعل القوانين. الساحة الرياضية بكل ما فيها من انفلاتات مفهوم انه الجمهور يحفل، مفهوم انه الجمهور لو حضر مباراة بيحدث في كل ملاعب العالم خروجات، ويبقى ان ده جمهور، محدش لا هينزل للجمهور ولا حد هيرد مع الجمهور ولا حد هيشتبك مع جمهور، اسمه جمهور مش حاجة محددة. بالظبط، انت جمهور. بتتكلم مع كيان، مع شيء، مع ماس، كتلة. لكن لما يصدر بقى الخطأ والإساءة والخروج والتطاول والتجاوز من قبل لعيبة، لعيبة نادي الزمالك فاز ببطولة الدوري، عندنا أسباب كتيرة جدا حوالين الموسم، لكن يحتفل، حقه يحتفل مع جمهوره، حقه يفرح جمهوره، حقه يهيص ويحتفل ويغني ويفرح ويرقص، ده حق لأي فريق بيتوج فبيفرح. ايه سبب انه يسب النادي الاهلي؟ كل مع كل انتصار يتم التجاوز في حق النادي الاهلي، وان احنا نسمع الفاظ من لعيبه ومن اداريين ومن فنيين ضد النادي الاهلي، ده ايه؟ ده ايه بجد؟ ازاي ده يحصل؟ وازاي يتم السكوت عليه؟ وفين بقى الساده الاعلاميين حماه الاخلاق والناس اللي كان عندها حساسيه شديده جدا لاي حاجه بتحصل؟ واصله ده تنمر، واصله ده تمييز، وكنا بنقول احنا اشد رفضا لاي سلوك، لا في تنمر ولا في تمييز ولا في اساءه لاي حد، وكنا بنقول لجمهورنا قبل لاي حد. لكن لما يكون الامر يصل الى خروقات وخروجات من قبل لعيبه والكل ساكت، لا شفنا ضمير مهني انزعج، ولا شفنا برامج اتكلمت، ولا شفنا اتحاد كوره ناقش، ولا شفنا وزاره ردت، ولا كانه الإساءة للنادي الأهلي بالشكل اللي تمت مقبولة ومسكوت عليها. ده كلام كان غير معقول بالمرة. برضو ما حبيناش نقول رأينا في اللي حصل، طبيعي إن احنا ندينه، وطبيعي إن احنا نرفضه، وطبيعي إن احنا نرده. لكن كمان كان الكلام من الكابتن أحمد حسام ميدو، وهو نجم نادي الزمالك ومدربه السابق وزميل للعيبة اللي كانت متجاوزة ديت. كتب الكابتن أحمد حسام ميدو وتحدث في فيديو خاص عن احتفالات الزمالك وخروجات شيكابالا، نشوف ميدو. انا امبارح بالليل اول مره اشوف احتفالات بعض من لاعبي الزمالك بعد ماتش الانتاج الاخير، وباكد ان انا ضد الاحتفالات دي، والاحتفالات دي اللي فيها سب لأي جمهور أو سب لأي حد. أنا عارف ممكن في ناس زملكاوية تزعل من الكلام اللي أنا بقوله، لكن ده حق ربنا، زي ما بنطالب الناس إن هي تحترم نجومنا، لازم نجومنا يبدأوا ويحترموا نفسهم، لأن السب وأنت بتحتفل إيه لازمته؟ عيب. ان احنا اول حاجه نعملها ان احنا نسب جماهير المنافس او جماهير اي نادي تاني. ميدو لمس كلمه مهمه جدا. انت لما تحتفل بالشكل الهستيري اللي فيه تجاوز ضد منافس، مش احتفالا بنفسك، ممكن تهستر في اتجاه المبالغه في انك تحتفل، برضو انت حر. لكن لما تسيء بنوع من الشماتة وبنوع من التجاوز الشديد المستمر والمتكرر، ملوش إلا معنى واحد، قال له باحترام، احترام لذاتك ولتاريخك، قال له احتفل بس احترم نفسك. ما هو قال له كده، احترم نفسك. قال له هذا الكلام ليه؟ لأن انت كده بتظهر وكأنك مش مصدق، وكأنك بتحتفل بحاجة ما كنتش متوقعها أو متخيلها أو ما تستحقهاش. ما هو أنت كل ما تحتفل ببساطة ده دليل ثقة
في جدارة هذا الاحتفال، وان انا ده طبيعي طبيعي ده، والا يبقى ده احتفال الصدفة. احتفل بجدارة، ما انت الزمالك وياما كسبت بطولات، ايه الجديد؟ الجديد انك جبتها على شوقة، ماشي جبتها على شوقة، زود الفرحة شوية، خلي جمهورك يفرح بيك، لكنك انت عمال بتغازل فئة معينة كل مرة، ان انا لما اكسب اهين واشتم المنافس اهين واتحاجج بان ده لا، البداية كانت من عندك من اول مرة لو تتذكر. فاذا كنت، وبعدين زي ما انت قلت، هو انا هتجرجر مع الجماهير؟ مش هقدر. ما انت بتهنهم الا اذا كنت متعمد انك تخلي هذا في الرصيد. لا كمان ان الحاله دي تكون موجوده باستمرار. اشتموني واشتمكم، تشتموني واشتمكم، عشان التواجد يبقى قيمته في الجزئيه دي. ان انا اللي بغيظ جمهور الاهلي. انت لعيب كبير جدا. امكانياتك كبيره جدا. خلي قيمتك الكرويه هي اللي تدعمك. مش انك بتغيظ جمهور الاهلي فالناس تحبك اكتر. لانك كده بتغيظ مين تحديدا في جمهور الاهلي؟ يعني الجمهور ده مش حاجه محدده، شاور اقول ده هو ده اللي شتمك فتشتمه ترد عليه. واذا كنت عارف مين اللي بيشتمك سهل جدا انك تاخد حقك. خد حقك من اللي بيشتمك. لان سهل جدا لما تغلط الناس هتشاور عليك، لان انت معلوم. انت عنصر معلوم ومؤثر وناس بتاخدك قدوه، وشفنا ازاي لعيبه طالعه صاعده بتقلدك عشان تبتدي تاخد الشعبيه هي كمان. لكن هذه الشعبيه زائفه يا استاذ ابراهيم. الشعبيه الحقيقيه في الانجاز، في السلوك، في انك تكون فعلا كابتن بتاخد الفرقه دي في اتجاه تستحقه. انت تمثل نادي الزمالك فلازم تكون على هذا القدر. لكن ان تكتشف ان في ناس مسؤوله مبسوطه من كده ومفوتة هذا الكلام وتبرره، لا خلاص بقى تستحقوا بعض على طول كده. في ناس انا قريت كتير جدا لزملكاويه وشفت بعض المسؤولين الزملكاويه مش عاجبها الحال ده، ومن ضمنها ميدو اللي بنختلف معاه وبنتفق معاه. ودي طبيعه الامور، اتفق معاه في الراي في تقديم مش على شخصه، لكن لما هتيجي على قيمته هتيجي تختلف معاه مره على كلمه اتقالت، هو كلمه قلناها والليله خلصت وفسرناها لبعض وانتهى. لكن تظل بقى انك تفتكر له ايه؟ انه له مواقف كويسه، انه ساعه الجد بيشاور على الغلط. وهو الراجل واقعي جدا، زي ما احنا ابتدينا قلنا في ناس مش هيعجبها كلامنا، هو برضه بيقول في ناس مش هيعجبنا كلامنا. من مجرد انه بيلوم الغلط. انه بيشاور على الغلط. على الغلط. فطبعا مساله، طب انا اقول لك انا حاجه. لما انتقل التحفيل، ولا هقول لك حاجه قبليها. لما انت كسبت السوبر وجاءت تهنئه نادي الزمالك. انت الراي العام والاعلام والجميع استنكر غمزه تعليق، بس كان في التعليق بيقول ايه؟ نلتقي في نهاية الجد. حاجه حلوه قوي ده. انا بتمنى لك ان انت كمان اصعد انا وانت تاني. لكن اتخذت بالمحمل السيء ليه، وعندهم حق، انها كان معاها غمزه بالعين كده، مش شتيمه ولا تطاول ولا اساءه ولا مسؤول مستتر في اعلام عمل غمزه، الدنيا اتقلبت عليه واتسحبت التهنئه من نادي الزمالك، وكان ما كان بعده. وقلنا لهم عندكم حق، ما كان ينبغي ان يقول هذا الكلام. كلنا استنكرنا هذا الكلام. ولما بيحصل ده في النادي الاهلي احنا بنشوف نجوم كبيره جدا بتتشطب عشان هذا الكلام. وانت اشرت هذا الامر. يا جماعه الاهلي على ذكر الموقف، الاهلي بيلعب مع الزمالك ماتش كرة سلة في صالة الأمير عبد الله الفيصل في النادي الأهلي تقريبا 2005، 2005. كابتن أيمن رشدي
افضل لاعب في افريقيا لعده سنوات في الكره الطايره، حاضر ماتش كره السله، بينه وبين جمهور الزمالك مناوشات في كره السله، جمهور الزمالك اللي حاضر رغم انه كره طايره، جمهور الزمالك اللي محاضر لفريقه مع الكره الطايره بيشتم، شتم ايمن رشدي، رد عليهم او قام شاور لهم، مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن حسن حاضر في الصاله، اتكرر من ايمن رشدي رغم تحذيرات الله يرحمه كابتن سمير عبد ربه ليه، كان مدير النشاط الرياضي، لم يتمالك نفسه ازاء الشتيمه اللي بتتشتم له، رد عليهم باشارات، كان قرار الكابتن حسن حمدي ده بشطب ايمن رشدي، بتشطب افضل لاعب في افريقيا لانه شتم جمهور فريق ضيف منافس عندك في صاله النادي الاهلي في وجود مجلس الاداره، تم شطب ايمن رشدي افضل لاعب في افريقيا اللي انتم شايفين واللي كان بيتابع الكره الطايره وفي عزه، عارف قيمه وفي عزه، مش كان على وشك الاعتزال في عزه، في عز مجده لكن ازاء السلوك وازاء احترام المنافس وازاء مبادئ النادي الاهلي الحقيقيه، انك بتمثل النادي الاهلي، انت بتمثل النادي الاهلي مع فريق شقيق منافس ضيف عندك، ما ينفعش تشتمه ولا ينفع تشاور له اشارات خادشه، لا الرياضه ما فيهاش كده، مش ده التزامات النادي الاهلي واحترامه للمنافسين، الموضوع مش بس ضيف، انت خرجت عن السلوك وانت تمثل النادي الاهلي لم يقبلها مجلس اداره النادي الاهلي، مش نقعد نبرر له، ما كان ممكن عادي جدا، ما هو اتشتم اديله 10,000 وبشيلهم له لكن لا، انت فعلا بتنتصر للصح والقيمه النادي والعلاقات النادي. طيب احنا مش هنتطرف ونقول ان النادي بتاعه يقول له عيب ولا يعاقبه ولا، لان واضح ان هو يلقى قبولا يعني هذا التصرف، لانه التحفيل وصل للمدرب، مدير الفني بيحفل كل يوم والتاني يطلع يحفل زي الجماهير بيكسب ويلقح كلام ويحفل حاجه غير مفهومه يعني، لا مفهومه يعني. مفهومه مع اسمه ايه ده كارتيرون مفهومه بجد.